العمل ان شاء الله اللي غادي يشوفوني فيه المتتبعين ديالي ان شاء الله راجع عليهم بحله جديده. اول مره في السينما انا فرحانه بزاف، اي سورتو صورت مع ناس كبار تبارك الله بحال زهر قراقي، الجم كاع الممثلين تبارك الله، كان الكاستينغ زوين. اي هذا صراحه كان الشرط ديالي انني نخدم مع ممثلين اللي زوينين اللي يفيدوني حتى انا، وداز عمل رائع وكثر من رائع، وليا الشرف انني مشاركه فيه. اكيد غيكون فيلم ممتع لانه الجمهور المغربي محتاج لهذا الافلام، الافلام اللي كيدخلوا شويه ديال البهجه والفرحه على القلوب. الدور ديالي هو نانسي، واحد السيده لبنانيه اللي غادي تجي المغرب باش تبرع بقلب. احداث مشوقه كوميديا، وحنا فرحانين يعني لو كوبل ديال لاله نزهر كراكي وسي محمد الجم، شحال هادي ما شفناهم، ولا تقريبا ما عرفتش يمكن ثاني عمل سينمائي ليهم ولا اول عمل سينمائي ليهم، ففرحانه بالتعامل ديالي معاهم ثاني مرة، وفوالا وكنتمنى الجمهور يعجبو الفيلم.